اذا ان شاء الله هذيك التعليمات كلها غادي تكون تما، لان الا قلنا هذا ربما كاين اللي كينسى هادشي. والدروس الماضيه اللي كنا كنديروا هنايا في مسجد بدر راه كلنا كنا كنتكلموا الخطب ديال الجمعه كلها تكلمنا غير على المناسك وداك الشيء باش الناس يستافدوا. فاذا داك المسائل ما يتعلق بالحج غادي نديروه تما ان شاء الله، ولكن اليوم غنتكلموا على كيفاش نستعدوا من هنا للذهاب الى جده ومن هناك الى مكه ان شاء الله تعالى. اليوم اللي غادي نسافروا فيه ان شاء الله، شوف شوف الاخ شي واحد من الاخوان يشوف شوف الحجه نهار غنسافروا ان شاء الله يوم 5 ياكنا 5 سبتمبر ان شاء الله برتريك نهار ان شاء الله. يعني اذا عندنا نهار 5 سبتمبر ان شاء الله تعالى كاين السفر. ما خدامش غنقول لعلي سميتو اللحن. الاخ عادل يصاوب الشاشه ديال التلفزيون ما خدامش كاع صافي. اذا ما خدامش داك التلفزيون سمحوا لنا راه ما خدامش اخوانا ربما اللي عارفين قال لك ما خدامش. فلهذا انتم كتسمعوا ان شاء الله تعالى هذه غير تعليمات تعقلوا عليها حتى انتم الاخوات النساء وغادي نوضحوا ان شاء الله بوضوح. يوم 5 سبتمبر بالنسبه للاخوان غادي يسافروا مع الوكاله هذه يوم 5 سبتمبر ان شاء الله غادي نعرفوا الوقت فاش غنمشيو لشخيبول المطار. قبل من هذيك الوقت بواحد الساعتين قبل ما نمشيو للمطار بواحد الساعتين او ساعه اول ما يديروا الناس يجمعوا الامتعه ديالهم حوايجهم اللي غيديو معاهم والاحرام. لباس الاحرام بالنسبه للرجال خصو يكون عندك في الهاند باجاج عقلوا على هذه. ربما شي واحد يكون اول تجربه عنده عمره ما مشى يمشي ينسى ويصيفط الاحرام ديالو في الباجاج الكبير، لا هو يمشي في الهاند باجاج في اليد الباجاج ديال اليد باش ان شاء الله الى وصلنا لاسطنبول تما غادي يلبسوا الاحرام. اذا غادي نغتسلوا هنا اللي كيسكن في امستردام في الدار ديالو، اللي كيسكن في اوتريخت، اللي كيسكن في ارنم، اللي كيسكن في روتردام، كل واحد غادي يغتسل في الدار ديالو. غادي يغتسل وغادي يشوف ديال الطيب في الجسم ديالو ويلبس اللباس ديالو عادي، يلبس حوايجك عادي الجلابه ولا القميص لبسها. المراه كذلك النساء حتى هما كذلك غادي تغتسل المراه في الدار ديالها وتهيئ نفسها، ولكن المراه الحجاب ديالها هذاك هو اللباس ديالها، هذاك الحجاب اللي كتمشي به هنا في امستردام او لا في اوتريخت او لا في المغرب او في كذا، اللباس ديالها هو باش تطوف، ما عندهاش واحد اللباس خاص ديال الطواف بالنسبه للمراه، فهي تطوف وتسعى وتقضي حجها بحجابها العادي. كدير الخمار ودير جلباب ودير التقاشر في رجليها، وفي الطواف لا تلبس القفازين ما ديرش الصباعيات وما تغطيش وجهها اثناء الممارسه ديال المناسك. اذا تمشي عادي المراه تمشي باللباس ديالها الحجاب ديالها عادي. الرجل يلبس اللباس ديالو عادي من هنا بعد ما اغتسل، وعندما نصل الى المطار ان شاء الله شخيبول غادي تركبوا من شخيبول وغنمشيو في اسطنبول. كاين واحد المكان خاص كنلبسوا فيه الاحرام، كنحيدوا الحوايج ديالنا اللباس ديالنا العادي وكنلبسوا الاحرام، كنديروا الرداء والازار غير كنستعدوا. الميقات مازال ما وصلناش للميقات، يلا فقط نستعد علاش لان في الطائره ما يمكنناش نلبسوا، بقاو يحيدوا الناس حوايجهم في الطائره ويبدلوا ما تجيش. فاذا كنلبسوا في اسطنبول كنلبسوا الاحرام ديالنا وكنستعدوا وكنتوضا وكنستعدوا. ملي كتقلع الطائره من اسطنبول نحو جده في الطريق ديالنا في الطائره كنحاديو الميقات، كندوزو على الميقات. شكون اللي غادي يخبرنا بالميقات؟ الناس المكلفين في الطائره تيخبرونا كيقولوا لنا الان راه حنا فوق الميقات نحادي الميقات. فهذيك اللحظه حنا كنقولوا للحجاج في الطائره كنقول لهم استعدوا راه بقات جوج دقائق او ثلاثه دقائق للميقات استعدوا باش تلبيو. ملي كنوصلوا للميقات كيلبيو النساء والرجال. حنا الان متمتعين غادي نديروا التمتع، ماذا نقول في التلبيه عندما نصل الى الميقات؟ نقول لبيك عمره متمتعا بها الى الحج، او على الاقل لبيك عمره. طبعا هي عمره كنتمتعوا بها الى الحج، لما كنقولوا لبيك عمره متمتعا بها الى الحج ديك اللحظه كنبقاو نلبيو لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك. وحنا غاديين وحنا نلبيو في الطائره الى ان نصل الى جده ونبقاو كنلبيو. علاش؟ لان دزنا على الميقات. فوقاش كتبدا التلبيه؟ كتبدا من الميقات حتى تدخل لمكه، هذه المسافه كلها عبر جده كلها تلبيو فيها. اذا البدايه ديال التلبيه كتكون من الميقات لبيك عمره متمتعا بها الى الحج. هذيك اللحظه ممنوع علينا نغطيو الراس ديالنا، ممنوع علينا نلبسوا الصبابط اللي هما تيجمعوا الرجل كامله، ممنوع التقاشر، كتبقى بداك اللباس الاحرام اللي لبستيه في اسطنبول الرداء والازار. الازار كنغطيو تنستروا به العوره ديالنا تندوروا علينا، والرداء كنحطوا على كتفنا. ملي كنوصلوا للميقات كنقولوا لبيك عمره متمتعا بها الى الحج وكنبقاو نلبيو، وكيبقى الراس ديالنا عريان ورجلين ديالنا لابسين غير ديك التشينكلات او الصندالات او كذا،
وكنبقاو غادي نكلبيو حتى نوصل لجده. عندما نصل وديك الساعه ما نقطعوش الظفر ديالنا، ما نقطعوش من الشعر ديالنا، ما نحكوش الحك الشديد حتى يبقى يطيح الشعر، ما نديروش الرائحه الطيب في اللباس ديالنا ولا في الجسم ديالنا، هادشي كله ممنوع حتى ان شاء الله نديروا العمره ديالنا. ملي كنوصلوا لجده، جده شنو فيها؟ فيها ترتيبات، باسبورات، شيكات، بعض التنظيمه ديال الاوراق. هذه خاص المسؤولين هما اللي كيقوموا بهذا العمل. حنا كندفعوا الباسبورات ديالنا، كيطبعوا لنا، كيجيو الطوبيسات الكيران، كيجيو كيديونا منين؟ من جده الى مكه، 75 كيلومتر 80 كيلومتر ديال المسافه، وحنا غاديين وحنا نلبيو في الطوبيسات الى ان نصل الى مكه. ملي ندخلوا لمكه كنمشيو لمن؟ كنمشيو للسكنه الفندق، كنمشيو للوطيل، كنحطوا الحوايج ديالنا نساء ورجالا، كناخذوا الغرف ديالنا، الكامر كل واحد ياخذ الكامر ديالو هو واصحابه او النساء كذلك بعضياتهم، واللي معاه المراه ديالو غير بوحدهم، راه عنده بيت ديالو بوحدو. على كل حال كنسكنوا في هذاك الاوطيل. ملي كنحطوا حوايجنا كنرتاحوا، كنديروا واحد المجموعه وكنمشيو نديروا الطواف ديالنا. الناس اللي هما سبق لهم مشاو كيعرفوا، يمكن له يمشي لراسو، يمكن له يمشي لراسو يدير الطواف ديالو لراسو. الناس اللي مشاو اول مره وما يعرفش خصو يبقى مع المجموعه مع المرشد. مثلا الاخ علي غادي يدي معاه مثلا مجموعه ديال الناس، الحسين غادي يدي معاه المجموعه اللي هما ديالها، ائمه اخرين راه ماشي ما كاينش غير حنا، كاين ائمه اخرين، كاين تقريبا شي سته ولا شحال الائمه، كل واحد منهم غادي يدي معاه المجموعه اللي غادي يطوف بها. ملي غادي ندخلوا ان شاء الله المسجد الحرام، اول ما نفعله عند دخولنا الى المسجد الحرام، ديك الساعه ما بقاتش التلبيه، ما كنبقاوش نلبيو ديك الساعه، كندخلوا بالرجل اليمنى، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. ويسن الدخول من باب السلام، ولكن نظرا للزحام الشديد وربما الباب ماشي في الاتجاه ديالنا، نقدروا نجيو من أي باب، من أي باب دخلنا يكفينا. لما ندخلوا المسجد الحرام من الباب الأول ديالو اللي غندخلوا، غادي نديروا ندخلوا برجل اليمنى ونقولوا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. أشنو كنديروا؟ ماذا نفعل عندما ندخل إلى المسجد الحرام بعد الدخول باليمنى والتحية؟ ماذا نفعل؟ ما غاديش نصلي ركعتين تحية المسجد، لا، أول ما نبدأ به الطواف، أول ما نبدأ به الطواف. قبل الطواف منين غادي نبدأ الطواف؟ من أين نبدأ الطواف؟ من أين؟ نبدأه من الحجر الأسود، ولكن الحجر الأسود واش غادي نشوفوه بعينينا؟ لا. باش غادي نعرفوا بهذيك الاشاره الضوئيه الخضراء بحال هذيك، راهي الضوء اخضر، كهرباء اخضر، تما هذاك هو الاتجاه ديال الحجر الاسود. مثلا هذا الحجر الاسود مثلا هنا، هذاك الضوء الاخضر ليه هو الاتجاه ديالو، كنوقفوا في الاتجاه ديال ذاك الضوء الاخضر، او واحد الخط في الارض ديال الرخام قهوي بني، هذاك هو اللي كيبين لك اتجاه الحجر الاسود. تما كنوقفوا، وقبل ما نبداو الطواف كنكونوا درنا الطباع، هذاك ليزار اللي كنغطيو بذاك الابيض كنكشفوا هذا الكتف الايمن، كتبقى الكعبة على اليسار، على اليسار ديالنا، وهذا الكتف ديالنا الأيمن هو اللي عريان. هذا الكتف الأيمن فوقاش كنعريوه؟ غير في هذاك الطواف ديال القدوم، طواف العمرة وطواف القدوم فقط. أما الطوافات الأخرى اللي غادي تجي من بعد، طواف الإفاضة وطواف الوداع، هادو ما كنلبسوش فيهم الإحرام، وحتى لبسنا الإحرام في ذاك الطواف، طواف الإفاضة يوم العيد، ما كيحتاجش نعريوه، كنعريو الكتف ديالنا غير في طواف القدوم فقط. ذاك الطواف الاول لما ندخلوا لمكه هو اللي كنعريو فيه الكتف ديالنا. فنقف هنا قبل الطواف ونتجهوا لجهه الحجر الاسود. الله اكبر الله اكبر الله اكبر، ولو غير مره واحده. اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. هذا دعاء ديال الطواف. اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ننطلق في الطواف. إذا الكتف ديالنا عريان، بدينا نطوفوا الأشواط الثلاثة الأولى، الشوط الأول والثاني والثالث. فوقاش كيبدأ الشوط؟ كيبدأ من الحجر الأسود، وكندوروا ملي نجيو للحجر الأسود كيولي شوط واحد، عاود ندورو نجيو للحجر الاسود تنبداو فيه وكنكملوا فيه. الشوط الاول كيبدا فيه وكيكمل فيه، ثم تنعاود ندورو حتى نجيو. اذا ثلاثه الاشواط الاولى كنمشيو بالرمال. كيف هو الرمال؟ غادي ندير واحد الحركه ان شاء الله. الرمال هكذا، سرعه المشي مع تقارب الخطى، ما كنديروش الهروله بحال الصفا والمروه، وانما نمشي بواحد السرعه ولكن الخطوات قريبه بحال هكذا، بواحد السرعه حسب الاستطاعه. مع الزحام غادي يكون شويه الزحام، وغادي يكون شويه ديال هذا،
إذن ما غاديش نقدروا. والنساء لا يحتاجنا إلى هذا يعني، والرجال فقط هما اللي مطلوب منهم الرمال ومطلوب منهم الهرولة بين الصفا والمروة. لما كنكونوا كنطوفوا كنجيو بين الحجر الأسود، مثلا هنا الحجر الأسود هنا وهذا الركن اليماني، بيناتهم تنقولوا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الأدعية دعي باش ما بغيتي، ما كاينش شي دعاء خاص بالطواف. بعض الناس كيدير كل شوط عنده دعاء خاص ديالو، ما كاينش. لما كطوف دعو بما شئت، ودعو بما شئت فقط بين الركن اليماني والحجر الأسود كنقولوا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لما كنكملوا الأشواط السبعة، سبعة ديال الأشواط ديالنا، واللي كما تيعقلش يدير شي حاجة في يدو باش يحسب هذوك الأشواط أو بيديه هكذا يعقل. كاين بعض الناس كينساو، فإذا الإنسان إلا ينسى يدير شي حاجة باش يحسب الأشواط ديالو، سبعة ديال الأشواط. ملي نكملوا سبعة ديال الأشواط ماذا نفعل؟ حنا كملنا دابا الطواف، شنو غنديروا؟ هذاك الكتيف نردوا الإزار ديالنا، نردوا هذاك الإزار نغطيو، ما بقاش عريان، صافي سالينا من هذاك الشيء، انتهى الأمر ديالو. وغادي نمشيو نصليو ركعتين خلف مقام إبراهيم، ولكن الزحام ما يمكنلكش تصلي خلف مقام إبراهيم، كاين زحام شديد. فتصلي في أي مكان في المسجد، في أي مكان في المسجد الحرام تصلي ركعتين. الركعة الأولى بماذا؟ الحمد لله رب العالمين الفاتحة، قل يا أيها الكافرون. الركعة الثانية الحمد لله رب العالمين وقل هو الله أحد، خلاص الفاتحة، سورة الفاتحة دي ما كاينة. إذا قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، في الركعة الثانية قل هو الله أحد. عندما نصلي الركعتان ماذا نفعل؟ نذهب إلى الصفا والمروة. في الطريق، أثناء الطريق للصفا والمروة كنتلقاو الماء ديال زمزم، كنشربوا الماء ديال زمزم، نتضلع يعني نشربوا ونكثروا من الشرب ديال الماء زمزم. واخا شبعتي زيد شرب لأنه ينفعك ولا يضرك إن شاء الله، فتشربوا من ماء زمزم. إلا قدرنا نعاودوا نرجعوا لجهة الكعبة ونشيروا للحجر الأسود مرة أخرى ونخرج، نعاودوا نرجعوا لطريقنا ونمشيوا للصفا. إذا دابا درنا الشوط، درنا الركن الأول من أركان العمرة. الركن الثاني، الركن الأول هو الإحرام من الميقات، ملي كنا حرمنا من الميقات. الركن الثاني هو الطواف، شحال باقي لنا؟ باقي لنا الركن الثالث والأخير. أشنو هو هذا الركن؟ هو السعي. كنمشيو للصفا والمروة، راه كاين كلشي مكتوب تما، والناس المرشد معاك تيوريك غتوصل حتى للصفا. لما نوصل للصفا نقف على الصفا، كاين طبقات، كاين لتحت، كاين اللي فوق منا، كاين اللي فوق منا، كاين طبقات نتاع السعي. ملي كنوصلوا لهذيك الصفا ماذا نفعل؟ كنتوجهوا للقبله. دابا حنا مثلا غادي نمشيو هكا في السعي هكذا، حنا غادي نوقفوا هنا الصفا مثلا، هذه نتوجه للقبله ونقول ابدا بما بدا الله به، ان الصفا والمروه من شعائر الله. بغيتي تكمل الايه كملها، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. على كل حال نقف ونقول ابدا بما بدا الله به، ان الصفا والمروه من شعائر الله. الان احنا متوجهين للقبله ونقول الدعاء، ماذا نقول؟ الله اكبر، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده، انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. كنقولوها ثلاثة ديال المرات. ملي كنكملوا هذه الدعاء، هذا الذكر هذا، كنتوجهوا في السعي ديالنا. فنسعى بين الصفا والمروة، كنبقاو غاديين من الصفا إلى المروة، هذا شوط. من الصفا إلى المروة هذا شوط. أثناء الطريق ديالنا كنمروا بواحد المصابيح كهربائية، العلمين الأخضرين. مصابيح كهربائية في السقف خضراء، تحت منها منين كنوصلوا لها كنبداو نهرولوا. والهرولة هي الجري. ولكن النساء لا. الرجال يجريو ويديروا الهروله والنساء مرفوع عليهم هذا، معليش. كنبقاو غاديين كنجريو، ملي كنتقاضى الضوء الخضر، نهايه الضوء الاخضر كنتمشاو عادي حتى المروه. لما كنوصلوا للمروه كنتوجهوا كذلك للقبله عاود لجهه الكعبه ونقالوا الدعاء اللي قلنا، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده، انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. وندعو، الانسان يدعي يوقف يدير الدعاء. منين نكملوا نعاودوا نرجعوا. دابا حنا كملنا الشوط الاول، من الصفا الى المروه شوط، من المروه الى الصفا اثنين، من الصفا الى المروه ثلاثه، ودائما الهروله ودائما الدعاء في الصفا وفي المروه. لكن في الاخر منين نكملوا الشوط السابع، فين كنكملوا الشوط السابع؟ اين ينتهي؟ عند المروه. ديك الساعه ما كنديروش الدعاء، كنوصلوا وكنزيدوا خرجوا في حالنا. احنا كملنا العمره ديالنا، إذا الإحرام من الميقات
ودرنا سيدي الطواف القدوم او طواف العمره، المتمتع كيدير طواف العمره، ودرنا السعي بين الصفا والمروه. واش بقى لنا؟ التقصير، الحلق او التقصير. ولكن بالنسبه للمتمتع نصيحه، من الافضل يدير التقصير، يقصر يقصر. كاين بعض الناس اش يديروا؟ يجي يقطع شويه هنا شويه هنا وشويه هنا، يضرب شويه هنايا وشويه هنا وشويه، يقول لك وراني لا، خص الشعر كله. نعم الشعر كله تقصر منه، كله الشعر ديالك كان الراس ديالو كله كله نقص منه. بعض الناس يجي شويه قطع هنا شويه قطع هنا شويه قطع هنا، يقول لك انا راني درت التقصير. لا، ماشي هذا هو التقصير. التقصير هو حيد من شعرك كله، كتخليه شويه باش لانك يوم العيد بعد ما دير ترمي جمره العقبه نديروا الحلق كامل. رحم الله المحلقين، قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث المرات قال والمقصرين. اذا الحلق هذا يوم العيد، ولكن اليوم دابا في العمره غنديروا التقصير. واللي بغى يحلق شغله، قدر واحد يحلق ذاك النهار وديك تبقى له واحد خمس ايام ولا ست ايام ولا سبع ايام من العيد عاوتاني بذاك النهار ديال العيد، يقدر يطلع له شويه الشعر يعاود يحلق، راه ماشي مشكل. واخا يحلق واخا يحلق المره الاولى والثانيه ماشي مشكل، ولكن الا قصر جمع بين التقصير وبين الحلق هذا افضل. اذا العمره غادي نديروا فيها نقصروا فيها. الا قصرنا شنو درنا؟ سالينا، كملنا، كملات العمره ديالنا، انتهت العمره. كنحيدوا لباس الاحرام، حنا متمتعين، القارن والمفرد كيبقى باللباس ديالو حتى يكمل المناسك حتى نهار العيد. اما حنا اللي درنا التمتع ديك النهار ساعه او ساعتين ديال العمره، ملي كنوصلوا لمكه ديك الساعه ولا ساعتين كنكملوا تنحيدوا هذا الاحرام ديالنا وكندوشوا وكنلبسوا اللباس ديالنا عادي، القميص ودير الطربوش وقطع الظفار، واللي عنده الزوجه ديالو معاه تما بغى يعاشر الزوجه ديالو يعاشرها، ما كاين حتى مشكل، لانك الان متمتع بالعمره الى الحج. فهذيك اللحظه كنرجعوا للفنادق ديالنا وكنرتاحوا، كنبقاو نصليو الصلوات ديالنا عاديه حتى اليوم الثامن اللي غادي نبدا تبدا اعمال الحج. اذا دابا فهمنا، انا غادي نتكلم فقط على العمره لان هذا الشيء اتفقنا احنا والاخ علي، ولكن ان شاء الله ملي نكونوا تما في مكه تما ان شاء الله نهار الليله ديال 8 غادي نديروا اجتماع في الهوطيل كلشي الحجاج، وغادي نعطيو التعليمات ديالك اشنو غادي نديروا نهار 8، كيفاش غادي تبدا الاعمال ديال الحج. وكل نهار كيكون عندنا دروس، عندنا نهار 8 شنو غنديروا، نهار 9 شنو غادي نديروا في عرفه، نهار 10 العيد شنو الاعمال ديال العيد، واش غادي نمشيو نديروا طواف الافاضه والسعي ولا نخليو حتى من بعد ايام التشريق، اشنو غادي نديروا في ديك الثلاث ايام بعد العيد. هادشي كله غادي يكون تما دروس تكون مستمره وكناخذوا المعلومات. اذا دابا حنا شنو درنا؟ عطينا الحاجه اللي واقفين عليها دابا، يعني ان شاء الله فاش نسافروا هادشي اللي غادي نديروا، غادي نحرموا من الميقات في الطائره، نديروا طواف العمره، نديروا السعي، نحلقوا الرؤوس ديالنا، نتحلل من احرامنا بهذه العمره ونتمتع بها الى الحج ان شاء الله. اذا اللي عنده شي سؤال دابا الاخ علي ان شاء الله ربما يتكلم هو ان شاء الله يوضح بعض الامور. لا هو خص الكعب ديالك والقدام ديالك يتكشفوا، ماشي الصباط، جيت الصباط ماشي مشكل، ولكن القدام الكعب النبي صلى الله عليه وسلم امر بتقطيع النعل جهه الكعبين والعقبين، وهذا كاين في الحديث الصحيح. وراه مزيان تما بعد الصباط ما يصحش الصباط تما صعيب الحراره و... لا 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 هذاك الى عنده شيء الى عنده شي عذر، الى عنده شي عذر اخر حتى تغطيه الراس الانسان الا كان عنده شي مرض في راسه راه يمكن له يغطي راسه، ولكن يدير واحد الفيديو مقابل ديك تغطيه الراس. على كل حال هو كاينه، ولكن بالنسبه اللي ما عنده عذر ما كاين حتى مشكل. واحد التنبيه، نعم غادي يتكلم الاخ علي ان شاء الله. نعم غير خليها واخا. بالنسبه للنساء العيالات اللي معنا، الاخوات النساء ديالنا اللي غيمشيو ان شاء الله للحج، الحلق بالنسبه لهم المراه تعرفوا شنو هو الحلق عندنا. المراه حتى تكمل الطواف ديالها والسعي ديالها ما تمشي للدار للوطيل، حيت المراه ما غاديش تكشف الشعر ديالها في الزنقه او كذا، ما غاتمشيش عند الحلاق، غاتمشي للدار ديالها للوطيل ديالها البيت ديالها وتقطع مقدار انمله، تجمع الشعر ديالها وتقطع مقدار انمله هكذا تقطعوا من الشعر ديالها، هذا هو الحلق ديال القص ديال المراه. اما الراجل يمشي عند الحلاق ولا يحسن له صاحبه ولا يمشي للوطيل يحسن في الوطيل، يعني عندك الاختيار اللي بغيتي ديرو ان شاء الله تعالى. والصلوات لما كنكون كنطوفوا وكنسعوا الى وصلت وقت الصلاه مثلا تنديروا الطواف او كنديروا السعي، واذن المؤذن شي صلاه مثلا الصبح او الظهر عقاش ما نعرفوش وقاش غنكونوا تما، هنا ديك الساعه كتوقف في المكان ديالك حتى يكمل الاذان وتبدا الاقامه ديال الصلاه، عاد ديك الساعه وقف مع الناس وصلي وكمل الاشواط ديالك. وكان يحاول الانسان يكون على وضوء، يكون الانسان ملي نمشيو نديروا الطواف ديالنا نخرجوا الى حتى مثلا
في الميقات مشى لنا الوضوء ما بقاتش عندنا الوضوء حيت نوصلوا للوطيل نتوضاو من جديد وندخلوا للمسجد الحرام نطوفوا حنا موضين الطواف خص يكون فيه الوضوء السعي بين الصفا والمروه الا تنقد لك الوضوء ديالك راه ما كاين مشكل اذا تنظن انا هذا هو اللي التعليمات اللي يمكن نقوله في البدايه ان شاء الله تعالى والاخ علي ان شاء الله الا عنده شي حاجه يقولها ان شاء الله تفضل الاخ علي شكرا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد ويلكم برودرز اند زوسترز الايرست هيت كل علماء ويلكم ان زوس امام حسين heeft gezegd ik heet Ali Ali Topalolo onze namen en onze telefoonnummers die kun je dadelijk dus als je dadelijk een pasje krijgt die staat achter dat pasje dus onze namen van mij van Mahmoud en die andere groepsleider en van Hussein staat allemaal achter dat lijstje. Dus jullie kunnen in noodgevallen kunnen ons altijd bellen. Dus ik heet Ali. Ik wil als eerste beginnen met dat we Allah moeten bedanken dat we deze mogelijkheid hebben gehad. Want veel mensen hebben deze mogelijkheid niet gehad of ze hebben het. Of ze maken er geen gebruik van. Dus bedank Allah dat hij deze mogelijkheid aan jullie heeft gegeven. Het is echt een bijzondere aanbidding. En deze aanbidding is een beetje anders dan de andere aanbiddingen. Deze aanbidding heeft veel sabr nodig. Je zet je in met je lichaam, lichamelijk. Je zet je in met je financiën. En natuurlijk... andere middelen. Het is best wel zwaar, broeders. Dus daarom vraag ik jullie om geduldig te zijn. Want dit jaar, vorig jaar was het ook heel erg warm. En dit jaar verwacht ik ook dat het ongeveer rond de 50 graden wordt. Wat betekent dat? Dat je goed voor jezelf moet zorgen. Want jou hebben we nodig. Jij moet je hajj in goede staat kunnen afmaken. Dat betekent, beste broeders, dat je bepaalde zaken echt in acht moet nemen, zoals goed drinken. Dus probeer altijd wat te drinken bij je te hebben. En dat is belangrijk. In plaats van dat je het hele fles gelijk opdrinkt, je kan beter slok en daarna na een kwartiertje slok. Want je merkt het niet, je droogt uit. Ik begin eerst met deze belangrijke tips en daarna ga ik door naar... wat de broeder heeft verteld. Mag Allah hem belonen. Yani, wat ik wil zeggen. Wees voorzichtig met de zon. De zon, je merkt het niet. Voordat je het weet, heb je Allah omstaan. Mag Allah jullie beschermen. Zonnesteek. En zonnesteek betekent dat je heel erg ziek kan worden. Dus denk eraan dat je dus genoeg. Als je ergens staat, zoek de schaduw op. Drink genoeg. Dus. Neem deze dingen alsjeblieft in acht, zodat wij allemaal, zorg voor jezelf en zorg ook voor je broeder als het nodig is. Want deze aanbidding is een gezamenlijke aanbidding, waar dus komen miljoenen mensen bij elkaar. Als je broeder in nood zit of als hij even hulp nodig heeft... help hem omwille van Allah. En deze momenten zijn onbeschrijfelijk. Inshallah zullen jullie daarvoor beloond worden. Als je iemand ziet dat hij net zijn tas niet kan dragen. Als jij dat kan, doe het. Want die beloning is groot. En broeders, deze mogelijkheid krijgen we misschien niet meer. Hè? Morgen, de dood staat voor de deur. Het kan elk moment gebeurd zijn. Kijk maar hoeveel mensen er niet meer zijn. En jij hebt deze mogelijkheid nu. En maak er ook gebruik van. Hou je bezig met ibadah, aanbidding. Ga niet je irriteren aan bepaalde andere omstandigheden daar. Zoals, er zijn andere culturen daar die anders gewend zijn. Die zijn niet net als ons. Het zijn alhamdulillah onze broeders en zusters, maar zij hebben andere gewoontes. Niet erg. Blijf je aanhouden aan de ibadah en laat het gaan. En blijf Allah vragen om vergeving. Om terug te komen naar dus het verhaal, dit wordt in twee delen verteld. Het eerste gedeelte wat onze broeder heeft verteld, dat is vanaf hier, dus vanaf Schiphol,
naar Tawaf al-Qudum, ook wel de aankomst-Tawaf of de Tawaf van Umrah genoemd. Wordt meerdere, maar Tawaf al-Qudum is de meest bekende onder jullie. Tweede gedeelte gaan we inshallah in Mekka vertellen. Waarom? Het wordt allemaal te veel lezen. Dus het is, je moet je concentreren. En daar komt het tweede gedeelte. En dat is, inshallah, zevende dag van Dhul-Hijjah. Dus net een dag ervoor, dan word je allemaal opgefrist. Dan gaan we de hajj vertellen. Dan blijft het ook allemaal inshallah bij. Dus we krijgen ook een kalender. Zoiets krijgen we dan. Dus heel die programma staat inshallah daar. Wanneer de Dhul-Hijjah, de achtste van Dhul-Hijjah is. Wanneer de negende is. Wanneer de tiende. Dus je kan alles via dat bord bij de lobby kun je volgen. Dus inshallah zal het allemaal duidelijk zijn. Dus de tweede gedeelte houden we inshallah daar in Mekka. Om te beginnen. Hier belangrijk is dat je 3 uur van tevoren, broeders, aanwezig bent op Schiphol. Waarom? Het is maandag en het spitsuur. Denk aan mensen die van ver komen. Ga niet denken van, ik red het wel. Nee, wees voorzichtig. Zorg dat je ruim op tijd aanwezig bent. Dus 3 uur van tevoren op Schiphol. De details gaat meneer Gül zo meteen aan ons vertellen. Hoe laat, welk vluchtnummer, et cetera, et cetera. Dat laat ik aan meneer Gül over. Hij komt zo meteen, inshallah. Ja, normaal gesproken, Hajj, die wordt natuurlijk, de meeste mensen gaan via de bus, met bussen en dergelijke. Sommigen komen vanuit Medina. Wij gaan natuurlijk eerst naar Istanbul. We gaan daarna met de vliegtuig richting Jeddah. Dus, die van ons is iets anders. Maar inshallah, helemaal geen probleem. Onze miqat, die komen wij tegen. Waar? In de lucht. En de piloot zal inshallah ons daarvoor attenderen. Een kwartier van tevoren attendeert hij. Let op, over een kwartier naderen we de miqat en dan doen we de intentie. Geir, terug te komen naar Schiphol. Normaal gesproken zijn er plekken voor de miqat waar je dus een douche kan nemen. Dus een ghusl. Maar je kan het inshallah hier doen, thuis. Dus je ghusl doen. Voordat je vertrekt, parfum, met de intentie, maar dat je van huis vertrekt. Dus intentie doe je pas, wanneer doe je dat? In de vliegtuig. Dus als je dat allemaal hebt gedaan, vertrek je naar Schiphol. Inshallah zullen we daar verzamelen en ieder komt bij zijn groepsleider. Dus weet goed wie je groepsleider is. Inshallah, je kan bij alle groepsleiders wezen. Maar om de organisatie zo soepel mogelijk te laten verlopen, is beter dat je eerst bij eigen groepsleider gaat. Ja? En mocht hij even niet aanwezig zijn, dan kun je altijd mij of andersom benaderen. Want wij zijn één organisatie. We laten niemand achter. Oké? Dus eenmaal in de vliegtuig, bi'idhnillah, komen we aan in Istanbul. Istanbul, hoe lang we daar moeten wachten, weet ik niet. Dat dacht ik weer aan meneer Gül over. Inshallah, vandaar stappen we de vliegtuig, tweede vliegtuig, naar Jeddah. Nou, dat intentie gebeuren heb ik net eigenlijk een beetje uitgelegd. Zodra wij de intentie hebben uitgesproken, kunnen wij inshallah beginnen met Talbiya. Dat gaat door tot de laatste dag van Jamarat, de laatste steniging van de Jamarat. Dan kun je de Talbiya doorspreken. Ik ga niet in details, inshallah, want dit ga ik daar uitleggen. Mughallah, de broeder Belona, heeft best wel uitgelegd. Details ga ik daar vertellen, inshallah. Eenmaal aangekomen in Mekka. Jeddah. Ja, daar worden we beproefd, broeders. Mensen worden daar beproefd. Jeddah, je moet je voorstellen, door de hele wereld komen mensen daar. Je ziet mensen uit Kazachstan, je ziet mensen uit Kyrgyzstan, je ziet Verwegistan, overal komen ze vandaan. Dat betekent, dat is een organisatie van miljoenen mensen. Alhamdulillah, ik zie elk jaar verbeteringen. Dus dat is goed voor ons.
En als ik zo kijk, een paar jaar terug, het was nog moeilijker. Wordt beter, alhamdulillah. Maar, nogmaals, we worden beproefd. Beproefd op jouw sabr. De eerste imtihan begint. Waar? Jeddah. Dat betekent dat we soms lang moeten wachten. Dus hou er rekening mee. Neem ook wat eten mee. Want die vliegtuig krijg je eten. Maar daar natuurlijk is allemaal paspoorten, dit, dat. Wij groepsleiders rennen naar links, rechts. Neem ook wat dingen mee wat je dus daar kan eten. Zoals yani, komkommer. Je weet misschien dat deeg gebeuren wat je daar kan nuttigen. Je kan daar geld wisselen op het vliegveld. Dus dan kun je water kopen daar. Inshallah, dat is geen probleem. Er zijn plekken voor salaat en dergelijke. Maar primitief natuurlijk. Omdat, zo nogmaals, er komen duizenden mensen. Het gaat allemaal. Hè. Volg goed je groepsleider. Dus blijf hem in de gaten houden. Want deze man heeft het druk en hij is bezig. Hij is daar voor jullie. Maar hou hem wel in de gaten. Ga je naar de toilet? Ga je ergens anders heen? Als je hem niet kan attenderen, zeg aan je broeder. Broer, ik ben even naar het toilet. Waarom? In één keer komt iemand van van Saudi, de ministerie van Hajj. Hij zegt, kom, verplaatsen. Jou, gaan we misschien daar, hè? Ja, gaan we dadelijk zoeken. Dus altijd zeggen, als je ver gaat, als je naar het toilet gaat, geef even door aan je broeder die naast je is. En dan zo weten we waar je bent. En zo hoef je niet te zoeken. En zo hoef jij ons ook niet te zoeken. Dat is Jeddah. Als alle paspoortzaken geregeld zijn, dan inshallah stappen we in de bussen. Gaan we richting Mekka. Naar de hotel. Daarvoor gaan we even langs de maktab. Even wat de maktab waar wij aan verbonden zijn. Daar worden wat handelingen gedaan. Je krijgt ook zo'n armband van ons. Van de maktab dan. Zo'n rode armband. Daar staat wat informatie. Die moet je de hele tijd ophouden. Eenmaal dat gehad, gaan we naar het hotel. Nou, dan krijg je de kamers. Dat wordt ingedeeld door je groepsleider hier. Inshallah, dat hoor je. Dat komt goed. Inshallah ta'ala. Eenmaal het hotel aangekomen. Je bent nog steeds natuurlijk in je ihramkleding. Je rida en izhar. Die mag je nog steeds niet uitdoen. En er zijn ook wat verboden. Dus als je in ihram bent. En de intentie heb je in de vliegtuig al uitgesproken. Dus je bent nog steeds eigenlijk in staat van ihram. Dat betekent dat je bepaalde zaken niet mag. Zoals bijvoorbeeld parfum. Mag je niet meer gebruiken tijdens ihram. Shampoo met geur, nagels knippen en wat nog meer. Er zijn meerdere zaken. Ja, dat ja. Wilde ik eigenlijk, ja, dat is belangrijk, dat ga ik toch zeggen. Het is geen aip in de. Ja, je moet de afstand houden van je vrouw. Jazakallah khairan. Dat is echt belangrijk, broeders. Ja, nee. Velen van jullie weten het wel, maar we moeten het toch altijd even zeggen. Dus afstand houden van de vrouwen. Er zijn meerdere zaken. Je hebt ook bepaalde harams. Ja, nee, dat geldt voor harameen. Buiten dit, ja. Maar dat is voor iedereen. Dus bepaalde dingen. Je mag niet plukken van bepaalde. Je mag niet jagen. Dat soort dingen. Lees het allemaal even na. Ja, dit heeft eigenlijk een aparte les nodig. Dus maak ook studie. Ga een beetje studeren. Dus ilm. Ilm is belangrijk. Zonder ilm, geen amal. Begrijp je? Als we het andersom gaan doen, gaan we het verpesten. Dat willen wij niet. Eerst kennis opdoen. Zoveel mogelijk waar jij in staat bent. Hè? En daarna gaan we het uitvoeren. Inshallah. En daarna hebben we sabr op dat gebied. En daarna gaan we anderen uitleggen. Oké. Dus eenmaal aangekomen in een hotel. Je mag douchen. Ihram uit een douchen. Maar zonder parfum. Zonder shampoo. Er zijn wat shampoos en parfums die hier verkocht worden. Droog is zonder geur. Die moet je specifiek vragen. Ik weet die merken nu niet, maar die zijn er wel. Bepaalde zeep en dergelijke. Als je gewoon een douche neemt, is het ook gewoon goed. Hè? En dan, meestal wachten wij na Isha.
Als ik zo schat, yani de reis kan rond de 30 uur duren, broeders. Kan. Want de voorgaande jaren herinner ik mij 25, 30 uur dat de reis kan duren. Dus als wij maandag vertrekken, dat kan dus dinsdag en dan zo richting Asr, Allahu alam. Hangt er vanaf hoe makkelijk, hoe moeilijk het gaat. Dus het beste is om na Isha, de tawaf, al qudum te doen. Waarom? Dan is het wat rustiger. De zon is er niet meer. En het is makkelijker. En wat doen we dan in de tussentijd? We wachten gewoon. Gewoon douchen, uitrusten. Je kan een beetje slapen. Is niet erg. Hè? Want je rust heb je nodig. Geir, eenmaal verzameld gaan we met onze groepsleiders. Hè? We gaan met verschillende groepen. Dus allemaal tegelijk wordt moeilijker. Ieder met zijn groepsleider gaat richting al-Haram. Hè? De afstand is 1500 meter. Als je via Google kijkt, 1300 meter. We hebben voor de zekerheid hebben wij 1500 gezet. Zodat, inshallah, dan zitten we zeker goed. Ja? Dit gebied, dat kennen wij. De imams, die kennen het ook. De wijk heet Jumeza. Hier zijn we voorgaande jaren altijd geweest. Het is een leuke wijk. Waar veel winkels zijn. Apotheken. Dus het is een wijk. Dus waar we graag willen zijn. Alhamdulillah. Eenmaal richting. Vertrekken richting Haram. Houd je groepsleider goed in de gaten. Broeders en zusters. Want als hij loopt, hij probeert natuurlijk de hele tijd jullie in de gaten te houden. Maar hij kijkt ook vooruit. Dus ga geen babbeltjes maken achteraan. Hij zorgt voor jullie, maar hij is ook een mens. Probeer hem te helpen door hem in de gaten te houden. Blijf alert. Op de weg. En kijk uit voor die auto's. Wat de broeder ook zegt. Want die auto's rijden daar natuurlijk. Wees voorzichtig. En richting Haram, eenmaal aangekomen, dan doen we de Umrah. Sommigen van jullie hebben Umrah gedaan, misschien hiervoor. Het is hetzelfde. Eenmaal aangekomen, gaan we naar binnen. Twee raka, Tahiyat al-Masjid. Dat bidden we daar zo. Dat doen we hier ook. Hetzelfde. Je maakt de dua met je rechtervoet naar binnen. De dua wat je ook hier maakt, hetzelfde. En dan gaan wij richting Hajar al-Aswad, na de Tahiyat al-Masjid. Hajar al-Aswad, dat is dat zwart steen, wat jullie allemaal weten. En vandaar gaan we ook de Umrah beginnen. Hoe zie je dat? Hoe weet je waar Hajar al-Aswad is? Jullie zijn met ons natuurlijk, maar ter informatie, je ziet daar groene licht. Wat wil je? Groen. Wordt met kahrabat, met elektrisch licht. Groen, dat is het begin. Ja? Als je daar bent met de groep, dan gaan we dus, bismillah Allahu Akbar. Want Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zegt, als je daar niet kan komen, natuurlijk, dan ga je van ver. En zoals hij tegen Omar radiallahu anhu zei, hij zei, ja Omar, de rajul qawi, sterke man. Ga niet mensen belemmeren. Voor één sunnah gaan wij geen zonde plegen. Begrijp je? Wees ook voorzichtig, broeders. Diegenen die naar de Hajar al-Aswad gaan, het is daar gevaarlijk. Alleen als je zeker weet, broer, ik kan dat aan. Ik adviseer het eerlijk gezegd niet. Want het is te gevaarlijk. Mensen worden daar weggedragen. Is op eigen risico. Wees voorzichtig. Bismillah, we gaan. Eerst tawaf. Rondje. Ja? Waar zijn we begonnen? Wie kan dat vertellen? Hajar al-Aswad. Zijn we begonnen. Dus eerst rondje. Groelenamp. Maken we rondje. En als we bij Ruknul Yamani komen. Dat is de hoek van Yemen. Dan zegt de dua. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Tot aan de groene licht weer. Als we dat hebben gehad, hebben we één shout. Twee. Zelfde. 3, 4, 5, 6, 7. En zevende keer, de laatste keer, bismillah Allahu Akbar, zeggen we niet. Omdat we dan dus al 7 hebben gehad, want we zijn ermee begonnen. Daarna gaan wij
richting Maqam Ibrahim. Twee raka bidden, net als dezelfde van Sunnah van Subh. Hetzelfde, Qul ya ayyuhal kafirun, en daarna Ikhlas. Maar als het daar druk is, en het is ook druk daar. Je kan overal in de masjid bidden. Ga niet moeilijk maken voor jezelf. Oké? Dus het dienen Yusturiana. Islam maakt het makkelijk voor ons. Dus moeilijk maken is juist tegen de dien. Als de makkelijkheid, als de vergunning daarvoor is in de islam, dan maken we daar gebruik van. Galas, twee rakat gebeden. En daarna gaan we zemzem drinken. Sunnah, zemzem. Gaan we zemzem drinken. Als we dat hebben gedaan, dan gaan we richting Safa en Marwa. Richting Safa. En als je die kant op gaat, lees je de aya, wat de broeder net heeft gelezen. En dan beginnen we bij Safa. En dan gaan we 7 keer op en neer. Ongeveer 400 meter. Op, 400 terug. 400 meter terug, zo. Als je bij de groene licht komt, dan ga je een beetje iets harder lopen. Vrouwen niet. Vrouwen, als jij harder hebt gelopen, dan wacht je aan het einde op je vrouw, op je ehel. En dan ga je weer rustig lopen. Broeders, Hajj wordt altijd geadviseerd natuurlijk om het rustig te doen. Yani, dat haasterij moet je niet doen. Je proeft je ibadah niet. En het is niet zoals het hoort. Dus het hoeft niet alles snel rennen. Nee. Dus proef de ibadah, weet je. Maak het allemaal mee. Inshallah, als je dat hebt gedaan, op en neer gaan. En je eindigt bij Marwa. En dan als je klaar bent, inshallah is de groep dan compleet. Wat gaan we dan doen? Dan gaan we richting het hotel. En je kan daar taksir, dus de hoofd, scheren. Je hebt daar winkels. Voor 5 of 10 real doen ze dat. En als je dat hebt gedaan, dan ben je inshallah uit je ihram. Je hebt de kleding nog, maar je bent uit je intentie. Je hebt de eerste gedeelte van je hajj, heb je vervolmaakt. Waarom? Want wij zijn hajjan mutamatti. Dus je hebt 3 soorten. Hè? Je hebt ifrat, qiran en mutamatti. Wij kiezen voor mutamatti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zei, als ik nog een keer hajj zou doen, zou ik mutamatti doen. Dus het is een advies van de profeet sallallahu alaihi wasallam. En het is ook makkelijk. Makkelijke hajj. Alhamdulillah, eenmaal aangekomen in het hotel, dan, inshallah, dan mag je weer parfum opdoen en dergelijke. Mag je douchen. Ihramkleding uit, je kan je kleding laten wassen, et cetera, et cetera. En dan gaan we dus wachten op de dag van 8e van Dhul-Hijjah. Wanneer is de 8e dag van Dhul-Hijjah? Dat weten we nog niet. Dat wordt inshallah vrijdag bekend. Je weet het, Hilal, ze kijken daar toch naar de Hilal. En aan de hand daarvan, als het op de 2 september valt, dan dat is op vrijdag. Maar we gaan het zien inshallah. Maar die agenda, die rooster, we hebben het gemaakt, maar we wachten op die dag. En dan daarvan gaan wij dus, inshallah, dat corrigeren of we houden het zo. Ja, tot zover mijn verhaal, beste broeders en zusters. Ik hoop dat het duidelijk is geweest. Ik heb het zo beknopt mogelijk proberen te houden. Want de informatie die je nu moet krijgen, die je nu krijgt. Dadelijk komt de tweede helft, dan kun je ook beter concentreren, inshallah. Galas, geen vragen. Inshallah kan ik dadelijk nog even laten zien hoe de ihram. Kan ik even voordoen. Dadelijk als de andere broeders het woord hebben gehad. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruk wa atubu ilaik.